استقبل هاتفيا اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. سياده اللواء مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديني. طبعا سياده اللواء نتابع هذا الحدث التاريخي الثقافي الهام للحضاره المصريه، يعني كيف تصف لنا الاجواء وايضا يعني استعدادات في اسوان لكل هذه او كل هذا الزخم في ابو سمبل؟ طبعا يعني في البدايه لازم اؤكد ان كده الشعار الاساسي في هذا في هذه الاحتفاليه ان مصر هي الامن والامان، لان اكثر من 5000 سائح اجنبي وزائر مصري كانوا موجودين واحنا موجودين معاهم، شيء مشرف جدا. وانا بشكر السيده الوزيره الدكتوره ايناس وزيره الثقافه والسيد وزير الاثار والسياحه. نعم. شيء مبدع، احتفالية من امبارح جميلة جدا. وعايز اقول لحضرتك التعامد شيء مبدع، لان ده من 33 قرن، فده يؤكد ان مصر فيها حضارة عريقة، وكان في علم فلك، وده معناه ان احنا كنا فعلا على قد المستوى، وطول عمر الدولة المصرية هي الدولة القاطرة للعالم كله. بالتأكيد. طيب سيادة اللواء، يعني هل لك أن توضح لنا الحالة التنسيقية داخل محافظة أسوان؟ يعني منذ قليل كان الأستاذ محمد يتحدث معنا عن أنه الاحتفال هذا العام مختلف تماما عن كل عام، لأنه بيأتي بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري أيضا، وهناك حالة كبيرة من الزخم، حالة كبيرة من التنسيق بين جميع المؤسسات وبالطبع محافظة أسوان أيضا. ماذا عن هذه الأجواء سيادة اللواء؟ عايز اقول ان حصل التنسيقات قبل الاحتفاليه. نعم. وكان شيء محترم جدا، كل الجهات الامنيه والتنفيذيه والشعبيه، كل الجهات المعنيه بالسياحه والاثار، كل الجهات المعنيه بالامن والتامين. كان النهارده يوم، احنا بنحتفل من يوم 16، يعني كانت الاحتفاليه النهائيه كانت النهارده مع التعامد. كان مجموعة من الفرق الشعبية 40 فرقة، 23 دولة. يعني عايز أقول لحضرتك التنسيق كان على أعلى مستوى، كل الجهات كانت فيه تعاون كامل، وكان فيه تناغم حتى في تنفيذ هذه الاحتفالية. السياحة الثقافية وفكرة انتعاش السياحة الثقافية في مصر إلى هذه الدرجة، وخصوصا طبعا محافظة أسوان من أجمل محافظات، ليس مصر فقط ولكن من أجمل محافظات العالم، بيأتي لها السائحون من كل مكان لأنها يعني لما تزخر به من هذا النوع من السياحة، السياحة الثقافية. ماذا في تفاصيل هذا أيضا سيادة اللواء على مدى الشهور الماضية، ليس فقط في هذا الاحتفال الذي نتابعه الآن؟ عايز أقول لحضرتك كانت البداية بتوجيهات سيادة الرئيس بأن أسوان تكون عاصمة للشباب الأفريقي والثقافة صحيح. الأفريقية، ودي كانت البداية اللي وجهت يعني كل الجهات التنفيذية. وعايز أقول لحضرتك الحكومة كاملة بتساعد على هذا، ويمكن هو ده اللي حتى يمكن اللي ممكن اي سائح في التوقيت اللي احنا فيه حاليا دلوقتي يحس قد ايه الاهتمام. وعايز برضو اضيف حاجه مهمه جدا، ان شعب اسوان اصلا بطبيعته مضياف، وهو متعود دائما على ان في ناس موجودين سواء ضيوف من خارج مصر او من داخلها، فهم متعودين على ده. فبالتالي عايز اقول لحضرتك ان الثقافه مع وجود الدكتورة إيناس، افتتاحات لمجموعة كبيرة من قصور الثقافة، احنا لسه مفتتحين لسه من 3 أيام قصر الثقافة التوشك. وعايز أقول لحضرتك ده موجود في منطقة اسمها نصر النوبة، يعني 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 جوه قرى، وكانت على أعلى مستوى. فعايز أقول لحضرتك أن الثقافة بتمضي بأسلوب وبشكل ممنهج ومحترم، واحنا متفائلين جدا ان شاء الله الفترة القادمة ان شاء الله. طيب سيادة اللواء اخيرا، يعني مدى يعني التعاطي والتفاعل من قبل السائحين الاجانب مع هذه الاجواء في محافظة اسوان، كيف تصفها لنا؟
أنا شايف حضرتك برضو عارضة مجموعة من الفيديوهات والصور موجودة، دي لوحدها انطباع. احنا بقى واحنا موجودين وسطيهم واحنا شايفين التعامل مع يعني مع كل الناس حتى في الفندق وهم بيركبوا حتى الخناطير، التعامل في كل شيء سعادة، وعايز أقول لحضرتك اطمئنان وماشيين بأمان، وتلاقي رد فعلهم مع أي تعامل معاهم من المواطن المصري المتفهم والواعي الأسواني لا على أعلى مستوى. وبطمن حضرتك إن الحمد لله السياحة في أسوان مشرفة جدا جدا ومستواها عالي جدا والنسب عالية. أنا بشكر حضرتك سيدة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على كل ما تفضلت به طبعا.